ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمة اليوم اسمها سلامك. سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة. الترنيمة طلعت فكرة معي وأنا بشوف الأخبار، وبتذكر من أيام ما كنت طفل أول ما وعيت على الدنيا وبسمع كل محطات التلفزيون واللي منشوفها مهما كان اختلاف مصدرها، كلها بتقول بحثوا في مجال السلام العادل والشامل في المنطقة، العادل والشامل في المنطقة. ولحد الآن وبعد هالسنين اللي فاتت ما شفناش بالعالم سلام عادل ولا سلام شامل ولا منطقة تمتعت بسلام. ولو في منطقة فيها سلام فهو سلام عالمي مضطرب مؤقت، لغاية ما الإنسان يختبر الحياة مع المسيح والعشرة مع المسيح، بتشوف إنه في فاصل بين ما يحدث في حياتك من اضطرابات وفي عالمك من اضطرابات وفي عالمك الداخلي وفي رجائك اللي بيرفعك فوق هالاضطرابات هاي. ما بقدر أشرحها ولا بقدر أقول السبب كيف بتصير، كل ما هنالك إنه بقول يسوع بلجأ للمسيح في كل شيء بحياتي، بسلم كل أموري، أسلم له فأجد سلاما. وبرجع لكلامه المقدس في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 27، وهو قال وكلامه صادق، قال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، لا تضطرب ولا ترهب. هو قال هيك، ما بقدرش أنا أقول لبنتي يا بابا لا يضطرب قلبك ولا يرهب، أنا ما تخافيش أنا بعطيكي سلام، لو أنا ما عنديش الحل أو ما عنديش الطريقة. لكن هو من قادر أن يعطي سلام. لو حياتك مضطربة اليوم، لو مزعوج بأفكار كتيرة، وما فيش واحد فينا مش هيك، ولو حاسس إنه في أشياء مش في مستقبلك مش معروفة، أو بكرة المجهول بالنسبة إلك يمكن يخبي أشياء صعبة، أنا بقولك اليوم في المسيح يسوع، تعالوا سلم لمن بيده بكرة، تعالوا سلم اللي مستقبلك في إيده، اللي بيعطي سلام وهو مصدر السلام. يسوع الكتاب بيقول عنه رئيس السلام، بصلي رئيس السلام يكون يبارك حياتكم. وهالسلام اللي برضو انذكر عنه أنه يفوق العقل، يعني يفوق استيعابك، أنت بتكون بتفكر حلك لهالمشكلة طريقة معينة، لكن من حيث لا تدري أنك سلمت للمسيح وتغيرت كل الأمور وصارت حياتك بسلام، وأنت مش عارف كيف، ما بتستوعب كيف، لكن حاسس فيه وعايشه. بصلي سلام الرب يسوع المسيح يكون في قلوبكم ويدوم فيكم دايما سلام المسيح. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. Thank you.
سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم حتى يفرح في قلبي، انت فرحي يا ربي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم حتى يفرح لي قلبي، انت فرحي يا ربي. بفرح بيك هو منك سلامي، عيني عليك يا ضامن أيامي. بفرح بيك هو منك سلامي، عيني عليك يا ضامن أيامي. مستنيك مستنيك تقصر أيام الغربة. سلامك 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 غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. أنا مسنود على صدقك وصلاحك يا أبو الجود، جود لي بأفراحك. أنا مسنود على صدقك وصلاحك يا أبو الجود، جود لي بأفراحك. مش محدود مش محدود يا إله كلك محبي. سلامك 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 غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم حتى يفرح في قلبي، انت فرحي يا ربي. مالي غير إيماني بالكلمة زي الطير، أنا عايش بالنعمة. مالي غير إيماني بالكلمة زي الطير، أنا عايش بالنعمة. وإنت الخير يا ربي إنت الخير ورحمة تتبعني في دربي. سلامك 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 غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم حتى يفرح لي قلبي، انت فرحي يا ربي. انت فرحي يا ربي انت فرحي يا ربي. وسلامك غامر قلبي مكتوبة على مقام عجم الفا أو اف ميجر.
بودعكم مع تقسيمي على هالمقام، بصلي سلام الرب يكون معكم دائما ويدوم فيكم سلام المسيح. ترنيمة وعود.